سلام حبيباتي، كي راكم دايرين؟ ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير يا ربي. كيما راكم تشوفوا اليوم رايحين نخدموا القفه تاع الناير مع بعض. بمناسبه اقتراب الناير رايحين نوجدوا هاد القفات. اللي تحب تخدمها كمشروع اي حاجه سهله. واش نحتاجوا؟ نحتاجوا القفه، نحتاجوا هادوك زوج تاع لي غالون كيما شفتوهم، نحتاجوا مسدس الشمع، المقص والبيستولي، وهاد السكاي ولا فودا ولا كل واحد واش يستعمل هذا باش نخدمو به الاسم. الوغ نبدو على بركة الله. الحاجة الاولى اللي نبدو بها هي اليدين. كيما راكم تشوفون نديرو القالو على حساب اليد ونقطعو ومن بعد نكولوه ونلصقوه عادي. كي تكملي اليدين تزيدي تكملي من تحت. هذوك تشوفو الطريقة ساهلة. واللي تبغي ديرها مشروع في هاد الاخر بالنسبة لنايا الاطفال حاجة مليحة وماشية. ان شاء الله اخواتي اللي مالهاش عاملة اشتراك ما تبخلش عليا بالاشتراك نتاعها، وما تبخلونيش بالجم والكومنتار.
هذا هو خواتاتي الشكل النهائي نتاع القفه تاعنا كما راكم تشوفوا خرجت شابه بزاف. ان شاء الله تكون عجبتكم ويكون عجبكم الفيديو. ما تنسونيش بالجيم والكومنتار اللي عجبتها القفه تقولي لا شابه ولا لا. ومع السلامه الى الملتقى ان شاء الله. باي.